كان عنا حتى غيدو في الدار وملقاتش مريم لارشيتكت حتى صعوبة باش تختار دي غيدو برقاوي يمشيو مع ستيل دار مودرن يسكن فيها راجل وحده. للشامبر داني ريدو لان لونو أخضر في شوية بريانس في الفوالاج. للصالون دي ستور باتو طوال دو لان لونهم إكرو فيهم رابيل لون الكنابي. الكوجينة ستور جور ونوي فيه الروز بارم كيف الدهن تحت الصالة. البيترانزي فوالاج بركيوي ريدو تول غري فوق دوبل ريدو ان فلور دو سوا لون بوردو. البورت-فنتر نتاع لونتري ريدو لا ماتروز. اهلا مريم. هاي اقول صباح محلي عجبك اون بلوس لي الكولور لقيت نفس الكولور نتاع الدار اللي عندي حتى الموتيف كيما البانتور اخترت اكسبري ظاهره بون عجبك اي حلو على شفت اخرين ولا راكم ركبوا الكل ركبوا اي اي بنيت هذيك بعد يجا بعد اسمعني يا اخي اش بيها في الوسط مقسومه اي خاطر الترانك العريضه عرزين معناتها هذايا يعطيك صحة عرزين لي زانوب بصفة عامة يلزم يكون مقسوم على طرفين كي يبدا عريض كان جاي مثلا متر ولا متر ونص ينجم يجي فرد طرف فهمت. أما كي يبدا عريض يلزم على طرفين لوكس حتى ساعات فما عباد يحبوا فرد طرف هو عريض اي فهمتك ما يجيش عاوني